السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تكملة شرح الباور بروجكت. ممكن أجي هنا أقول مثلا أنا عندي هنا تاسك 1، وأديها بقى الاسم اللي أنت عايزه. تمام، التاسك 1 ده ممكن أوتوماتيك تدوس هنا كده قدامه تسحب، يبقى في تاسكاية هنا، ممكن تبقى في تاسكاية تانية، في تاسكاية تالتة، في تاسكاية رابعة. لو جيت تدوس على علامة الزائد دوت هتلاقي إن هو قسمهم لك بالشكل دوت. ممكن انت بقى تكون عايز مثلا تسمي ده مثلا ميكانيكال، ممكن تكون عايز تسمي ده مثلا الكتريكال، ممكن تكون عايز تسمي بلامينج، وهكذا. وكل واحد فيهم بيتحدد الوقت بتاعه زي ما انت شايف، وممكن تدوس هنا على العلامة دي فيبدأوا يدخلوا معاك بالشكل دوت. طيب انا عايز اضيف نقطة معينة هنا، ان دي مثلا اخر يوم في تسليم المشروع اوفر هاند. الاوفر هاند ممكن اجي هنا واقول له ده زيرو، يعني ده مش مدة معينة، ده زيرو. وطبعا اللي اخليه مثلا في الاخر خالص هنا، وممكن تربطه مثلا ان ده تيجي هنا وتقول له ده هيبقى قبل دوت مثلا، وهكذا. طيب ممكن نيجي هنا على القايمة بتاعت هوم، لو انا في كذا حاجه مع بعض مثلا الاثنين دول مثلا، ممكن اعلم عليهم واقول له دول هخليهم مع بعض مثلا، ان الاثنين دول مثلا structure. تمام، بحيث ان انت تقدر تخليهم كلهم تقدر تفردهم مع بعض مثلا. ممكن تقول له مثلا طبعا هاند اوفر كل دول مع بعض، وهكذا. ممكن بعد كده تقول له انا عايز show to level كل الليفلات، فيبدأ يفردهم لك. ممكن تقول له ليفل 1، وهكذا. تقدر تتحكم في كمية التلخيص للمهام الموجودة، أو يعني يعملهم يظهرهم لك في جروبات أو لأ. ممكن مثلا تحدد التلاتة دول كده وتقول له إن دول هيبقى موجودين هنا، وممكن تسميهم بقى أي اسم أنت عايزه مثلا جي. دي للتحكم في اظهار المهام. طبعا انت ممكن تسحب لون مثلا من هنا وتقول ده مثلا ده الميكانيكال، هتحط ده مع الميكانيكال بالشكل دوت. ولو انت عندك ده اللي هو الاقسام، بحيث لما تيجي تطبع الحاجة كلها تبقى مع بعض زي ما شفنا في الدرس اللي فات، تقدر تيجي هنا تتحكم في الالوان اللي انت عايزها.